مقادير الشعريه بالحليب، شعريه باللبن، طعم الفانيليا، طعم جوزة الطيب، التفاصيل ازاي تحمري شعريه تاخد لون واحد، ما تبقاش واحده فاتحه واحده غامقه، وخاصه لو هنعملها باللبن هيبقى شكلها وحش قوي على السفره. شعريه، سكر، جوزة الطيب، فانيليا، حليب، كامل الدسم قليل الدسم، دي بتاعتك انت. شعريه، فانيليا، سكر، جوزة الطيب، ومعانا حليب، دسامة عالية، دسامة قليلة، حسب الرغبة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. شوف الشعرية مع بعض نحمرها عشان نكسب وقت. طاسة شديدة الحرارة. حلو. عايز الشعرية تتحمر بسرعة. هنحط معلقة سمنة مع معلقة زبدة مع شوية سكر. اهو. حلو. اللهم صل على النبي. ومكعب الزبده الحلو ده اللي يساعد على احمرار الشعريه سريعا. وناخد الشعريه بتاعتنا بشويه سكر ونحمرها. الله، اهي شعريه باللبن. شوف الشعريه وهي نازله في قلب الحله. بحب قوي ريحه الشعريه دي لما ينزل عليها الحليب او الشوربه، خاصه لما نعمل رز بشعريه. ايه الحلاوه دي؟ بس خلاص. حلو. ومعلقه عندك لعدت لا على بصله ولا تومه. وقلب. خلي بالك من الحاجات الصغيره دي كلها. انت يعني ممكن يعني بص بقى يعني غصب عنك، وده كان بيحصل معايا، تيجي واخده المعلقه اللي كنت بتقلبي بيها الويكه من شويه وتيجي حاطاها في الشعريه يبقى شكلنا وحش. كنت بتحمري بصله وتومه على النار مثلا ولا بتعملي اي حاجه وتيجي حاطاها في قلب غصب عنك. لا، انت تحط في الاعتبار التركيز مهم جدا في المطبخ. حط شويه السكر ونقلب. كرملت السكر مع الشعرية مدرسة تانية من الإحمرار. كرملت السكر مع الشعرية مدرسة تانية من الإحمرار. وعندي حليب بيغلى على النار، حاطط فيه شوية فانيليا. خلي بالك ده مهم جدا. حاضر، أنا أغرف لك البتنجان دلوقتي عشان الصورة الحلوة. أدي طعم الفانيليا في الحليب وشوية السكر اللي باين عندي في الحليب. يبقوا دول جاهزين. حلو الكلام. ونقلب. شعرية باللبن على طريقتي أنا بحبها. بحب الشعرية المطبوخة العادية. يعني شعرية مثلا بشوية فلفل أسود كده مع شوربة ومية عادية. بصراحة بحبها جدا. آكل زي ما آكل، عمري ما أحس بأي مشاكل هضمية خالص. الشعرية أخبار إيه؟ هو المال الحلال ربك مبارك فيه. تحمر مين يا غالي وتسودي مين بس؟ الله عليك. طب بتهزر؟ شفت الشعريه؟ شعريه باللبن. السكر، كرمله السكر بيساعد على الاحمرار. تحمر الشعريه بشويه سكر بيساعد على الاحمرار. خليها كلها لون واحد. على النار الشديده دي كده عشان تنجزنا. حلو الكلام. الويكه محتاجه ان احنا نغرفها طبيعي. نجيب طبق الويكه، عايزه طبق حلو كده. بس بصراحه انا عايز اعمل واجود كده. وارد ان امهاتنا بيعملوا الجو ده، احنا معانا وقت يعني. هعمل طشه. الطشه دي عباره عن تومه، كزبره خضراء، كزبره ناشفه للويكه. ممكن الست الكل مش بتعملها. خلونا نجربها كده ونشوفها. طاس على النار بمعلقه سمنه. طاس على النار. حلو الكلام. بنحط في الطاسه دي معلقه سمنه ونسيبها تدوب كده براحتها. حلو. نطفي النار دي، مش عايزها. وارد انك انت مش بتعمليها، وارد، بس خلينا انا بعملها بصراحه. يعني بتعلي من طعم الويكه. ادي الويكه جاهزه اهي، وعندي كزبره خضراء وكزبره ناشفه الاثنين مع بعض. وهعمل طشه حلوه دلوقتي، شويه حب يعني شغف، واشيل كل حاجه هنا مش عايزها بقى عشان نغرف الانتاج بتاعنا. انتاجنا من الويكه، انتاجنا من الشعريه بالحليب اللي هننزل بالحليب على الشعريه. العب هنا هنا. هو ده هو ده هو ده هو ده. زلزال. هو ده خلاص. ايه الاخبار؟ قلب.
اللهم صل على النبي اهو، وسيبها تستوي على النار هاديه يا اختي. الله يوفقك. تاكل شويه شعريه حكايه فيهم طعم الفانيليا وجوزة الطيب. لا مش عايز احمرها جامد، دي بالحليب. واحنا بنعمل رز بشعريه يا محترم، رز بشعريه. الشعريه تتحمر عشان تبان من حبه الرز، انما الشعريه اللي بنعملها مع الحليب ما تتحمرش جامد. تشرب السمنه البلدي كده وتتكرمل مع السكر وبعدين ننزل بالحليب. الله، طبعا ده انا بحبه قوي على فكره، بحبه كمان فطار. عندنا الشعريه نغرفها في طبق حلو كده، اللهم صل على النبي، استوت. الشعريه من الاكلات اللطيفه الحلوه. حلو اهي. اوعى يبقى، شفتوا بقى الاخطاء اللي بتحصل هنا؟ مخرجنا الجميل، انت مستعجله ومعانا استاذ رحاب، اختم يا شيف وقتنا خلص، تيجي واخده معلقه فيها توم فيها بصل فيها طشه مقلبها في الشعريه، كده كل تعبك راح على الفاضي. حلو الكلام. اول معلقه اللي بقلب بقى اهي اهي اهي، يلا اغرف الشعريه اهي اهي. بص الشعريه نازله ازاي، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي اهي. ايه ده ايه ده ابو غازي، انت ساحر؟ ايه ده يا راجل، ده انا بخش المطبخ اقعد 3 4 ساعات عشان اعمل الاكل ده. اهو اهو، وعلى راسي مخرج. يلا خلص وقتك خلص. اهو شعريه لطيفه اللي زينا بيه يا عم الشيف، قرفه ناعمه. هو ده حلقتنا النهارده، ببساطه سهوله مرونه، تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد من قلب المطبخ المصري، مطبخ الصعيدي، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، وكل عام وحضراتكم بخير.